بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هذا البرنامج كان عبارة عن حلم وفكرة ثم تترجم إلى واقع، والحمد لله رأينا المشاركة ورأينا أبناء وبنات هيئة الصحة بدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة يشاركون مشاركة متميزة في التفاعل مع برنامج وفعاليات هذه الدورة. والحمد لله يعني الدورة لقت أصداء عالمية، وأصبح جاتنا كثير من الاتصالات على هذا البرنامج سواء من الدولة ومن خارج الدولة أيضا. فالحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد. طبعا هذه البداية وليست النهاية، وإن شاء الله يعني نحتفل بعد 9 شهور بتخريج هذه الدفعة، وتكون هذه باكورة دفعات من أجيال تقود صحة المستقبل بكل حرفية وكفاءة، وتساهم في تطوير وبناء القطاع الصحي كما أرادت قيادة رشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله. فنحن نمشي ونمضي تحت هذا اللواء وتحت هذه المسيرة بإعداد هؤلاء القادة من أبناء وبنات الدولة بكل كفاءة وحرفية لتساهم في تحقيق إسعاد الشعب وإسعاد ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا طبعا ليس سر من الأسرار أن تكون دبي سباقة في كثير من الأمور، وهذا الأمر يعني وإعداد قادة صحة المستقبل من الأهمية بمكان ليس فقط لدبي، وإنما ارتأينا أنها للمنطقة وللعالم أجمع. فالعنصر البشري هو المحرك لكل المؤسسات والخدمات إن صح التعبير، فوجود الكادر المؤهل سيؤدي إن شاء الله إلى بناء وقيادة الخدمات هذه للآفاق أفضل. نحن مستعدين طبعا للأمر هذا، تعاوننا مع الاتحاد الدولي مؤسسة عريقة وأكثر من 100 سنة عمرها، يحقق كثير من العالمية في هذا الطرح. والحمد لله دبي بفوزها بإكسبو 2020 أوريدي هي موجودة في المصاف العالمية، ويمكن الأولى على مدن العالم في هذا السباق، وإن شاء الله يرون نموذج دبي ليس فقط في هذا ولا إنما في كثير من الخدمات الأخرى.